السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية لقسم المنشآت الهيدروليكية. ضمن موضوعنا ومادتنا الخاصة بمقدمة المنشآت الهيدروليكية إن شاء الله هي معانا المحاضرة رقم 13، وهي المحاضرة الأخيرة ضمن المادة اللي حناخدها ونتناولها ضمن مادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية الفيرست والسكند سمستر. محاضرتنا الأخيرة راح تتناول الترانزيشن اللي هي المنشآت اللي خاصة بالنقل، نسميها النواقل أو الانتقالات أو يعني إن شاء الله راح نجي نتناولها بشكل تفصيلي. شنو معنى الترانزيشن؟ تمام عيني. الترانزيشن يقصد بيها عند شانل داخل القناة إز ستراكشر، هو منشأ يصمم لغرض فور تشينج، لتغيير الشيب شكل أو الكروس سكشنال أو المقطع العرضي أو مساحة المقطع العرضي للجريان. هو هذا الغرض من عنده. الغرض من عنده أول شيء انه انت حتى تتجنب الخسائر اللي تصير بالطاقة بشكل كبير، to avoid excessive energy losses. نمبر 2 حتى تتجنب احنا to eliminate the cross wave. عندنا انواع بالمناسبة عن هذا الموضوع، نوعا ما الويف واشكال الويف transition wave وغيرها تكون موضوع متقدم عليكم، لكن احنا ناخذه بشكل قليل جدا. يقصد بها انه انا اقضي على اللي يسمونها elimination cross wave، يعني الموجات المتقاطعة. تمام عيني. واي اضطرابات other turbulence، ان اي انواع الجريان الاضطرابي راح اقضى عليه. اذا كان عندي في هذا النهار عند جريان اضطرابي ممكن يعني يبي نتائج سلبيه، فنستخدم هذا النوع من المنشآت الهيدروليكيه. نمبر 3 to decrease the seepage، حتى نزيد نسبه خط التسرب او حتى نزيد مسار التسرب. تمام عيني. وبالتالي راح نوفر ظاهره امان additional safety against piping. اللي بعدها الماء لما يجري بسرعة كبيرة أو وغيرها راح يسبب لنا مرور الوقت تآكل إيروجين بالقناة، فهذا الترانزيشن راح يحميني، يسبب لي تقليل أو منع التآكل القناة كانال إيروجين. نمبر 5 للاحتفاظ، حتى الغرض to retain earth full، حتى الاحتفاظ ملء الأرض في نهايات الهيكل. تمام عيني. يكون انه تثبيت الهيكل الخاص ضمن القناة يكون يحتمي او يمتلك في النوع من الستيبوليتي. وبعدها بصورة عامة انه التغيير الملحوظ هذا اللحظة acceptable بالتشينج، يعني شلون انه التغيير الملحوظ بعمق التدفق يحذف بشكل عام جميع انواع التحولات من all type of transition. تمام عيني. هاي مجرد معلومة عامة. لاحظ هو هذا عندك الترانزيشن، الترانزيشن بي إلت وبي أوتلت. أكو مرات الترانزيشن عندك بي بس إلت والأوتلت طبيعي، أكو إلت وأوتلت. الإلت يسموه كونتراكشن والأوتلت يسموه إكسبانشن، والدليل هذا لاحظ ستة، هذا الإلت مدخل الماء من هنا متوسع ومن هنا متضيق فيسمونه كونتراكشن، بينما هنا من التضيق تحول إلى التوسع فيسمونه إكسبانشن. تمام عيني. وهذا تمثيل خط الطاقة الإنيرجي لاين، يعني ممكن هذا اجيب لك اياه رسم انه مثل لي الكونتراكشن، تاثير الكونتراكشن والاكسبانشن ضمن الترانزيشن ستراكشر وذ حتى تبين لي تو اوبتين الانرجي لاين، خط الطاقه. فهذا الرسم مطلوب من عندكم. تمام عيني. نجي راح هنا يشرح لك بشكل تفصيلي بالالنس ستراكشر الخسائر اللي تكون بالفيلوسيتي بالالنس ستراكشر تكون دائما اقل من الخسائر بالاوتلت. هاي صراحة موضوع الخسائر أتوقع راح تاخذونه بالموضوع الأخير ضمن مادة الفلويد، الفلويد ميكانيك. عندكم الفراكشن وعندكم لوسز والهيد لوسز، وعندكم الخسائر الاحتكاك، وعندكم الخسائر الثانوية، خسائر نتيجة تضيق القناة، الانحناءات، الانحدارات، العديد من يعني هاي الأمور. إن شاء الله هذا موضوع الترانزيشن راح تاخذه أنت أصلا بالمرحلة الثالثة بشكل تفصيلي جدا، وتاخذ كل تفاصيله، لان انت من تنتقل للمرحله الثالثه راح تكون عندك خلفيه وباك جراوند قويه جدا عن انواع الخسائر. بما انه انت حاليا ما تمتلك كل هذه الامور، فاحنا مجرد نعرج عليها بشكل بسيط جدا. عندنا الليت ستراكشر اوتلت ستراكشر، وهاي التفاصيل المكتوبه الكلام ما مطلوب من عندك لا كشرح فلسفي ولا مطلوب من عندك ضمن يعني هذا، مجرد فد شيء انه معلومات يعني مور انفورميشن، معلومات عامه لك انه حتى تعرف ان وين الخسائر دا تكون بشكل اكبر. واقصد بها هاي الخسائر الثانويه. الاكزيت فيلوسيتي هانس الووتر سيرفيس ماست بي اولويز، اذا يكون دائما دروب اتلس على الاقل عند الفول ديفرنس بتوين الفيلوسيتي هيد بلس سمول كونفرجن
از ناو يسمونها الانلت لوسز، خسائر الدخول واكو خسائر الخروج. هاي التفاصيل المعادلات راح تاخذوها من ماده الفلويد ميكانيك بشكل تفصيلي، تمام عيني؟ هاي لاحظ هسه هنا الخسائر يسمونها خسائر الدخول، هنا الفرق ومعادله برنولي في تربيع اوفر 2 جي والانرجي لاين خط الطاقه، وش قد يصير فرق بالانرجي لاين بين منطقه الدخول ومنطقه الخروج، هذا الفرق شنو نسميه. هاي بشكل عام عندنا بعد وين خسائر تصير؟ تصير عند الاوتلت، اوتلت ستراكشر، شو تكون هنا تفاصيل السرع، الووتر سيرفيس يكون دائما اعلى، هاي يسمونها بالحاله انه سرعه الماء المعادله يسمونها ريكفري فيلوسيتي هيد، استعاده راس السرعه. هاي معلومات عامه لك، تمام عيني؟ حتى رسومات المعلومات عامه لك للاطلاع. هذا يسمونه هاي المعادله، مثل اقول انا هاي المعادله حتى احسب فرق الهيد اللي هو هنا، هذا فرق الهيد بين الاب ستريم والداون ستريم يسمونه الدلتا واي، فاعرف لازم الدلتا واي يضمن لي الكوفيشنت، هذا الكوفيشنت هو معامل الخسائر، وراح تتناوله انت ان شاء الله بماده الفلويد، وناخذه ان شاء الله بشكل تفصيلي بالمرحله الثالثه ضمن ماده تصميم المنشآت الهيدروليكيه. فهذه المعلومات الانلت والاوتلت معلومات عامه لك تطلع عليهم فقط. هذين كذلك الاشكال معلومات يعني لك عامه، انه كم شكل انا عندي، هذا اقول لك هاي الملاحظه اختصرتها بهذا اللون. الله ترانزيشن جميع المنشآت الناقله تتصنف الى صنفين، اما انلت يسمونها الكونتراكشن او الاوتلت يسمونها الاكسبانشن ترانزيشن، تمام عيني؟ الفيريوس تايب انواع هنالك كثيرا من الترانزيشن يسمونها الستارفت لاين هيد ويل اللي هو الخط المستقيم، والبروكن بريك باك يعني الكسر العائد او يسموه الركتانجولر اوبننج، السلندر الاسطواني الستارفت ويب والستريم لاين ويب وهكذا. هذا كذلك يحكي عنهم صورة عامة انه شنو فائدتهم، هاي ايضا تطلع عليها الاطلاع انواعها زائد هذا الشرح التفصيلي الخاص بهم للاطلاع معلومات عامة لك. الديزاين طريقة الديزاين اوف ترانزيشن، شلون انا اصمم الترانزيشن المنشآت الناقلة. دائما تصنم المنشآت الناقلة نخلي ببال انه لازم نخلي احنا فلون بيها، ليش؟ حتى وعلى بعد تقريبا لازم السرعة مالته لازم ما تزيد عن 3 متر بالسكند، ليش؟ حتى نتجنب القفزة الهيدروليكية الهيدروليك جمب. ايضا هذا الموضوع راح تاخذوه ان شاء الله بشكل تفصيلي بالمرحلة الثالثة، تعرف القفزة الهيدروليكية واسبابها وفوائدها، وش قد اني وشنو احتاج للداون ستريم وشلون احول داون ستريم، واستخدم السولن بيزن وغيرها، او ممكن استخدم في نوع من انواع التكسية الحجرية، يعني معلومات ان شاء الله راح تاخذها بشكل تفصيلي. فهاي معلومة عامة لك. نجي هذا الرسم ده يقول لك هنا هاي الاكسبانشن الكونتراكشن وهذا الانرجي او توتال انرجي لاين، تروح مباشرة على السؤال راح تفهم الموضوع. منطقتك انا هاي المعلومات الخاصة بقناة ناقلة كانال ترانزيشن، استخدم طريقة الكونستانت ووتر ديبث عمق الماء الثابت اللي هي نسميها طريقة ميترا هيدروبلوبك ترانزيشن ميثود. هاي الطريقة هي اللي راح نحل عليها كل أسئلتنا، تمام عين؟ طريقة جدا مهمة وسهلة. منطقتك أنا هاي المعلومات، الكنال ديسشارج تصريفه كيومك معناها متر مكعب على السكند، الكنال بيد ويدث منطقتك يا، الكنال ووتر ديبث منطقتك يا، الفول سبلاي ليفل أيضا، والفلوم ويدث واللينث أوف فلوم بورشن وغيرها، تمام عيني؟ هاي التفاصيل، وكذلك السلوب منطقتك يا، اللينث اوف اكسبانشن ناطتك انت تحسب لي اياها تلقائيا، السي 1 والسي نوت انا اعطيك اياها اللي هن خاصه بالكونتراكشن والاكسبانشن، تمام؟ هاي المعلومات اللي راح اذكرها لك هنا تسويها انت بورقه القوانين على شكل قوانين، لان هي مطلوبه من عندك تدخل بالامتحان القوانين. اول شيء حتى اجي انا اصمم على اساس طريقه الكونستانت ديبث او احسب الاريا مال السكشن، الاريا شو تقول؟ الاريا تقول عباره اريا اوف يعني طبيعية ب عمق القناة زائد 1.5 في الدي دي ديبث اوف ووتر في الدي، تمام عيني؟ هذا بشكل تفصيلي الدي في الدي. هسه تجي على ديبث اوف ووتر ايش قد؟ عرض القناة 20، تمام؟ ايش قد الكنال ووتر ديبث؟ دي 1.5. فاذا ذني معلومات عندي لو ما معلومات الدي 1.5 عندي معلوم والبي عندي 20، اقدر احسب الاريا اوف سكشن لو لا؟ فهاي اول خطوة. الخطوة الثانية تحسب لي الفيلوسيتي اللي هي تساوي لنا الكيو على الاريا، الكيو عندك بالسؤال معطيك اياها 30 كيومك، كيومك يعني متر تكعيب على السكند على الاريا اللي احنا حسبناها بالخطوة الأولى. بعد ما حسبنا الفيلوسيتي الاحتيالية راح نحسب خسائر السرعة الفيلوسيتي هيد أو ارتفاع السرعة. شو يساوي لك ارتفاع السرعة؟ يساوي لك في تربيع اوفر 2 جي، الفي طلعتها أنت بالخطوة اللي قبلها على 2 جي 2 في 9.81، تمام عيني؟
البيت ليفل هو ناطك اياه، فالار ليفل يساوي لك شلون انه تطلعه كقيمه، والتوتال انرجي لاين مطلوب من عندك. توتال انا اريد من عندك التوتال انرجي لاين يساوي لك عباره عن الراديوس ليفل، ايش قد مقدار الماء او الارتفاع ينزل الماء الووتر سيرفيس، زائد قيمه الفيلوسيتي هيد. هذا القيمتين مطلوبات. هسه الفيلوسيتي هيد حسبناه من هذا القانون اللي هو في تربيع اوفر 2 جي، وقعدنا شنو؟ وقعدنا الراديوس ليفل، ايش قد مقدار الارتفاع المنخفض، تحسبه من هذه الطريقه، يساوي لك الارتفاع الاصلي زائد مقدار الدي في الوتر ديف. تمام عيني؟ هذا القانون ايضا يكتب ضمن لسته القوانين اللي راح تدخل وياكم بالامتحان. نجي ات سكشن بي او سكشن 3، تقدر انت تحسب الاريا اوف سكشن ايضا، بما انه هي مستطيل او طول في العرض، الفيلوسيتي تلقائيا هي الكيو مك نفس التصريف، لانه هو يجري اعتمادا على معادله او الكونتينيوتي كويجن، معادله الاستمراريه. بعد ما طلعت الفيلوسيتي اروح احسب الفيلوسيتي هيد ايضا في تربيع اوفر 2 جي. تمام عيني؟ هسه بعدين طلع الهيد لوسز، اذا طلبت من عندك مقدار الخسائر، شو تقول لي مقدار الخسائر؟ شو يساوي معامل الخسائر؟ حسب المعامل دخول لو خروج في في 3. هسه نجي على هذا السؤال، اقول لك انا اريد مقدار الخسائر مثلا في كذا مكان، في هذا المكان مثلا اريد الخسائر من هنا، فهذه الخسائر راح يصير مقدار خسائر الدخول ناقص خسائر الخروج، فايش قد قيمته بهذا الشكل؟ قيم السي نوت انا اعطيك اياها الكوفيشنت او المعامل. يعني انا هذا القانون تخليه ببالك، لحظه هسه اشوفكم اياه، القانون الرئيسي اللي انا على اساس اقدر احسب مقدار الخسائر او الهيد لوسز من هذه الصيغه، اقدر احسب مقدار الهيد لوسز الفي اف البي اكس هنايا، اعطيك اياه بشكل رئيسي القانون، يساوي قيمه الفي فرق بي السرع بين اللي قبلها واللي بعدها، لاحظ هنا في 3 على 2 جي. تمام عيني؟ تحسب مقدار الهيد لوسز. ارت سكشن 3 كذلك تسوي. انا صراحه بالامتحان ما راح اجيب لك اكثر من سكشن واحد، يعني شوف هسه هنا لاحظ مكرر نفس الخطوات، صراحة ما أعيد الآن، أطلب من عندك من سكشن أول سكشن أطلبه من عندك، أو الأول والثاني بهذه الصيغة. طريق الترانزيشن هذا مطلوب، تصميم الترانزيشن هذا هو اللي أطلبه من عندك، يعني أطلب من عندك تحسب لي الهيد لوسز، بعدين أطلب من عندك تصمم لي الترانزيشن. أول شيء الإكسبانشن، تحسب لي البي إكس اللي هو الويدث مال الترانزيشن، يساوي لك بي سي في بي إف، يعني قيمة العرض الكلي على إل ناقص بي سي في بي سي في بي إف. البي اف ايش قد مقداره والبي سي ايش قد مقداره، هاي لاحظ هاي من تاخذ البي سي والبي اف الكنل، هاي لاحظ هاي للفلوم ايش قد اريد انا احكي على الفلوم واحكي على الكنل، فمن اقول لك بي اف وبي سي يعني اقصد وحده للكنل وحده للفلوم، لان الكنل هي الاعرض وهي الرئيسيه والفلوم داخلها. تمام عيني؟ فالقانون هذا بالترانزيشن جدا مهم، فالبي سي يعني بي كنل والبي اف يعني بي فلوم، في الال هذا طول كلي القناة، على ال في بي كانال عرض القناة ناقص عرض القناة في عرض الفلوم. تمام عيني؟ بهذه الصيغة تحسب لي اول شيء البي، تطلع لك هاي المعادلة، هاي المعادلة عندك 20 في 10 في كذا يساوي هالقد على قيمته، انه تلقائيا 15 في 20 بهذا الشكل. نجي هنا بعد ما سوينا بهذه الصيغة اقدر انا تلقائيا احسب اسوي جدول حتى احسب قيمه البي، لان انا ايش دا اقول هنا؟ اقول بي للاكس، لاحظ بي للاكس. تمام عيني؟ يساوي لنا بهذا القانون هذا، لاحظ هنا بي في ال في السي على ايش قد مقداره؟ ال ناقص بي سي في بي سي ناقص بي اف، تحسب البي اكس. لهنا تكون عندك واضحه. هسه احد يسالني دكتور انا وش اغير هاي قيمه الاكس؟ شو تغير؟ انت اخذتي مره هاي القوانين 0 3 6 9 12 15، تغير ال ال هو المتغير، يكون هذا ال قيمه ال هذا تغيرها، هو نفسها قيمه ال قيمه الاكس، فمره تاخذ 0 3 6 9 15. هاي هو هسه اول شيء صممنا الاكسبانشن ترانزيشن، احنا قلنا نوعين عندنا من الترانزيشن. الكونتراكشن ترانزيشن عندك القيم الخاصه به، تحسب البي بهذا قانونه، يساوي لك 2000 على 2000 ناقص 10 اكس. تمام عيني؟ بعد ما تعوض ضمن القيم نفس البي سي، عندك قيمه الاكس هي المجهوله، الاكس يقصد بي ال، فايضا تسوي نفس الجدول، لكن لاحظ قيمه هنا يختلفن. اوكي هناك اشوف صفر هنا، شوف هنا عندك ايش قد قيمه، لاحظ قيمه هنا 0 3 6 9 12، تاخذ هالشكل 3 9 6 12 15، هنا لا
تلاحظ 0 2 4 6 8 تمام 10، وتقدر بالمناسبة تقدر تاخذ قيمتين او ثلاثة، والافضل توصل الى قرض عرض القناة او الفلوم المطلوب. هاي الطريقة يسمونها طريقة ميتريا ميثود. اكو طريقة ثانية بس انتبه، هاي الطريقة تستخدم لما يكون عمق الماء كونستانت. اكو طريقة ثانية اسمها الهاند ميثود فور ترانزيشن ديزاين. هاي الطريقة تستخدم عندما يكون عمق الماء او الديبث الخاص الووتر ديبث دائما متغير، فاذا كان متغير يعني شنو معناها ما اقدر استخدم الطريقة الاولى، استخدم الطريقة الثانية. لكن هاي الطريقة ما عوض يعني عولت عليها وشرحتها هنا، لان صراحة هي مو متخصصكم حاليا ضمن هذه المرحلة. نرجع ونقول مادتنا هي عبارة عن مقدمة بالمنشآت الهيدروليكية. أرجو منكم أخوان أن تنتبهون على موضوع القوانين، تكملون لسة القوانين ترسلوها إلي حتى نثبتها إن شاء الله. إذا أحد أي عنده سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونها على القناة. نلتقي بكم إن شاء الله بكل خير، دمتم بأمان الله وحفظه.